في جرائم القتل العمد والقتل الخطأ والمتعدي القصد. نتناول في هذا الباب الأحكام العامة لهذه الجرائم ونميز كل عنصر منها في مبحث مستقل. نتكلم الآن عن القتل العمد. إن القصد الجنائي هو الذي يميز جريمة القتل العمد عن غيرها من الجرائم الأخرى. فإذا كانت هذه الجريمة تشترك مع جرائم القتل الأخرى في الأحكام السابقة، فإنها تتميز عن تلك الجرائم بضرورة توافر القصد الجنائي عند ارتكابها. ولهذا سنقسم هذا الموضوع إلى ثلاث مطالب، نتحدث في كل مطلب عن القصد الجنائي والأحكام الخاصة بقانون القصاص والدية والقتل المتعدي والقتل العمد المخفض. القصد الجنائي والعناصر التي يقوم عليها القصد الجنائي في جريمة القتل العمد هي العلم والإرادة. العلم بالعناصر المكونة للواقعة الإجرامية وإرادة تحقيقها، ولذا فإن الجاني يجب أن يكون على علم بأنه يوجه سلوكه ضد إنسان حي. أما إذا اعتقد خلاف ذلك فإن يوجه سلوكه إلى إنسان ميت فإن القصد الجنائي لا يتوافر في هذه الحالة. مثال ذلك كالطبيب الذي يقوم بتشريح جثة إنسان ميت. أو يعتقد بأن هذه الجثة هي جثة إنسان ميت وإنما هي إنسان حي، فإذا به لا يزال حيا ولم يمت إلا بفعل هذا الطبيب. كما لا يتوافر القصد الجنائي في اعتقاد الجاني أن سلوكه موجه إلى هدف آخر خلاف الإنسان، فأصاب إنسانا ففي مثل هذه الحالة لا يمكن سؤاله عن قتل عمد، وإن كان يمكن سؤاله عن قتل خطأ إذا ثبت في حقه إهمال أو تقصير. مجرد توافر العلم بالعناصر المكونة للقتل لا يكفي لوحده لتوفر القصد الجنائي، وإنما يجب إضافة إليه أن تتجه إرادة الجاني إلى السلوك وما يترتب عليه من إزهاق روح إنسان حي. أما إذا اتجهت إرادة الجاني إلى مجرد القيام بالسلوك دون إرادة تحقيق النتيجة وهي إزهاق روح إنسان حي، فإن الفعل لا يمكن وصفه بأنه قتل عمد، ولكن يمكن أن يكون الفعل جريمة قتل خطأ أو قتل متعديا للقصد. كان تتجه إرادة الجاني إلى مجرد ضرب المجني عليه دون قصد قتله، ولكن الفعل أفضى إلى الموت، فإن الفعل لا يكون جريمة قتل عمد وإنما جريمة ضرب مفضي للموت المعاقب عليها طبقا لنص المادة 374 من قانون العقوبات. ولقد اتجه جانب آخر من الفقه إلى القول بأن الركن المعنوي في جريمة القتل العمد يقوم على قصد الجاني الخاص إلى جانب القصد الجنائي العام، حيث يقوم القصد الجنائي العام على إرادة المساس بالجسم، بينما يقوم القصد الجنائي الخاص على نية إزهاق روح المجني عليه.
وكما قضت بعض دوائر المحكمة العليا الليبية بهذه التفرقة بين نوعي القصد الجنائي، وحددت القصد الجنائي العام بأنه انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق وقائع الجريمة مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون. أما القصد الجنائي الخاص فهو إرادة إزهاق روح المجني عليه دون غيره من النتائج. وقضت بأن القصد الجنائي إزهاق روح المجني عليه عنصر ذو طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم، إلا أن موضوع القصد الجنائي الخاص الذي يقول به بعض الفقه وتتجه إليه بعض دوائر المحكمة العليا إلى القضاء بأنه هو بعينه النتيجة في جريمة القتل العمد، والنتيجة كما نعلم هي أحد العناصر المكونة للركن المادي للقتل، والذي يجب أن يشملها القصد الجنائي العام الذي هو إرادة تحقيق الواقع الإجرامية بما فيها النتيجة مع العلم بعناصرها المكونة لها. ولذا فإن القصد الجنائي الخاص الذي يعني امتداد القصد إلى غاية أبعد من نتيجة الجريمة لا محل له في جريمة القتل العمد. ونعتقد أن ما حدا بدوائر المحكمة العليا الليبية إلى القضاء بأن جريمة القتل العمد تتميز عن غيرها من جرائم الاعتداء على النفس بعنصر خاص هو نية إزهاق روح المجني عليه وتطلبها من قاضي الموضوع أن يعني بالتحدث عنها استقلالا واستظهاره بإرادة بإرادة الدليل الذي تدل وتكشف عن ما يذهب إليه المتهم. نأتي إلى القصد المحدد والقصد غير المحدد. يكون القصد الجنائي محددا أو غير محدد تبعا لاتجاه إرادة الجاني لتحقيق النتيجة في موضوع محدد أو غير محدد. فإذا اتجهت الإرادة إلى إحداث النتيجة في موضوع محدد سلفا وقت مباشرة السلوك كان القصد محددا كالاعتداء على شخص معين بنية إزهاق روحه. أما إذا كان موضوع النتيجة غير محددا سلفا وقت مباشرة السلوك إنما اتجهت إرادة الجاني إلى إحداث النتيجة أي كان موضوع الذي تتحقق فيه، فإن القصد يكون غير محدد كإطلاق النار في مواجهة حشد من الناس بقصد قتل أي عدد منهم دون تحديد. ونظرا لأن نصوص القانون لا تحمي حياة شخص بعينه وإنما نصوص القانون تتصف بالعمومية والتجريد فهي تحمي حياة كل شخص بغض النظر عن أسمائهم وصفاتهم. لذا فإن تحديد القصد أو عدم تحديده بالنسبة للمجني عليه يستوي في نظر القانون، إذ كل ما يهم المشرع لتوافر القصد الجنائي في جريمة القتل العمد هو اتجاه إرادة الجاني إلى إزهاق روح إنسان حي حتى يمكن اعتباره
القصد المباشر والقصد الاحتمالي. الأصل أن القصد الجنائي في جريمة القتل يتوفر إذا كان الجاني يتوقع ويريد أن يترتب على فعله إزهاق روح المجني عليه، وتعرف هذه الصورة للقصد بالقصد المباشر. غير أن هناك صورة أخرى للقصد تعرف بالقصد الاحتمالي، وهذه الصورة تكون إذا كان الجاني توقع حصول نتيجة قبل حدوثها في سبيل تحقيق نتيجة أخرى مقصودة أصلا. والقصد الاحتمالي كما عرفته محكمة النقض المصرية نية ثانوية غير مؤكدة تختلج بها نفس الجاني الذي يتوقع أنه قد يتعدى فعله الغرض المنوي عليه بالذات إلى غرض آخر لم ينويه من قبل أصلا، فيمضي مع ذلك في تنفيذ الفعل فيصيب به الغرض غير المقصود. ومظنة وجود تلك النية هي استواء حصول هذه النتيجة أو عدم حصولها لديه. وللقول بتوافر القصد الاحتمالي ينبغي أن يكون الجاني قد ارتكب فعلته المقصودة مريدا تنفيذها، ولو تعد فعله غرض إلى الأمر الإجرامي الآخر الذي وقع فعلا ولم يكن مقصودا له في الأصل. أما إذ كان الجاني لم يريد ذلك فلا يمكن في الأمر سوى خطأ يعاقب عليه أو لا يعاقب بحسب توافر شروط جرائم الخطأ وعدم توافرها. كما يأخذ القضاء الإيطالي بفكرة القصد الاحتمالي، حيث قضت محكمة النقض الإيطالية بأن القصد الجنائي ينقسم إلى قصد مباشر وفيه الجاني يتوقع حدوث النتيجة ويريد تحقيقها، وقصد احتمالي أي غير مباشر وفيه الجاني يريد تحقيق نتيجة ولكنه يتوقع أيضا احتمال حدوث نتيجة أخرى ويقبل خطر حدوثها ويتصرف على احتمال حدوثها، وقصد غير محدود وفيه الجاني يتوقع ويريد بدون تفرقة تحقيق نتيجة أخرى. ففي كل هذه الحالات يسأل الجاني عن النتيجة المتحققة بوصف العمد، لأنه توقع وأراد حدوثها، قصد مباشر وقصد غير محدد. أو أنه توقع احتمال حدوث نتيجة لسلوكه، قصد احتمالي. وقضت بأنه إذا كان الأفضل لمساءلة الجاني على أساس القصد هو توافر القصد المباشر، إلا أنه مع ذلك إذ كان الجاني لا يهدف إلى تحقيق نتيجة معينة كغرض مباشر له، ولكنه توقع احتمال حدوثها طبقا للتسلسل الطبيعي للأسباب وقبل هذا الخطر وتصرف على هذا الأساس، فإنه يجب أن يسأل عن تحقيق هذه النتيجة بوصف العمد. وإذا كان قيام القصد الاحتمالي ليس محل خلاف في الحالات التي تكون فيها النتيجة أثر حتمي للسلوك الإرادي الذي قام به الجاني، كأن يضع الجاني قنبلة زمنية في طائرة
في الجو أو في سفينة في عرض البحر، باعتبار أن الوفاء وفاة الركاب وغيرهم هي النتيجة اللازمة لسلوكه، فإنه ينبغي في غير هذه الحالات للقول بتوافر القصد الاحتمالي لدى الجاني، ومن ثم مساءلته عن النتيجة الحادثة بوصف العمد. أن يكون قد توقع فعلا حدوث النتيجة بمناسبة ارتكابه لسلوك معين وقبل حدوثها وتصرف على هذا الأساس، أي أن المعيار الواجب الأخذ به للتوقع هو معيار شخصي يعتقد على شخص الجاني نفسه، وليس معيارا موضوعيا يعتمد على حكم المجرى العادي للأمور في توقع الشخص المعتاد، أي أنه كان يجب على الجاني أن يتوقع بحكم المجرى العادي للأمور أن نشاطه يؤيد إلى حدوث النتيجة التي توقعت بغير أن يكون قد قصدها مباشرة، ذلك أن القصد الجنائي بما فيه الاحتمالي يجب أن يبنى على حقيقة علم الجاني بالوقائع المادية للجريمة بما في ذلك العنصر الخاص بعلاقة السببية التي تربط السلوك بالنتيجة ولا يبني على الافتراض. ولا يجوز في هذا المجال الاستناد إلى نص المادة 103 من قانون العقوبات، ذلك أن هذا النص خاص بمسؤولية الشريك عن الجريمة التي يحتمل وقوعها عادة نتيجة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت، وهو نص خاص يقرر مسؤولية مادية لا يجوز التوسع في تفسيرها أو القياس عليها. الوقت الذي يتعين أن يتوافر فيه القصد الجنائي. القاعدة أن القصد الجنائي يجب أن يكون متوافرا وقت ارتكاب السلوك الإجرامي، ولا يشترط استمرار القصد طوال الفترة التي تستغرقها السببية في إحداث النتيجة، فالعبرة بوجود القصد الجنائي لدى الجاني لحظة قيامه بالعمل التنفيذي ولو تراخى تحقيق النتيجة عقب ذلك. فإذا أطلق الشخص عيارا ناريا على شخص آخر بقصد قتله فأصابه، فإنه يكون مسؤولا عن قتل عمد، إذ قتل المجني عليه بفعله ولو ندم عن فعله مباشرة بعد قيامه بالسلوك الإجرامي وقبل تحقيق النتيجة. كما أنه إذا لم يتوفر القصد الجنائي عند مباشرة السلوك الإجرامي ضد المجني عليه فإنه لا يمكن أن يتوفر بعد ذلك ولو تمنى الجاني إحداث النتيجة عقب ارتكابه للسلوك الإجرامي مباشرة. الغلط أو الخطأ في شخصية المجني عليه. يتحقق الغلط في شخصية المجني عليه في حالة التي تلتبس فيها شخصية المجني عليه على الجاني، فيوجه نشاطه إلى شخص آخر غيره معتقدا أنه هو من يريد قتله، كمن يطلق عيارا ناريا على شخص فيقتله معتقدا أنه عدوه الذي أنوى قتله ثم اتضح بعد ذلك أنه إنسان آخر. والقاعدة أن الخطأ في شخصية المجني عليه لا يحول دون توافر القصد الجنائي في القتل، وذلك أن القانون يحمي الحق في الحياة لجميع الناس، فإذ كان الجاني قد أنوى إزهاق روح شخص معين فلا يهم ذلك أن يكون الشخص الذي وقع عليه الفعل هو من كان يقصده الجاني أو غيره من الأشخاص.
خطأ في توجيه الفعل. اتخذ الفقه اتجاهات مختلفة فيما يتعلق بالقتل الناتج عن الخطأ في توجيه الفعل وصوره أن يعد الشخص عدته لقتل آخر ولكنه لا يصيبه، وذلك لخطأ في استعمال الوسيلة أو لأي سبب آخر يصيب شخصا آخر ليس هو المقصود بذاته، أو يصيبه ويصيب شخصا آخر معه، كأن يطلق الجاني عيارا ناريا على سين بقصد قتله فيصيبه ويصيب معه صاد الذي ترادف مروره لحظة إطلاق النار. فاختلف الفقهاء في هذا الموضوع وانقسموا إلى عدة آراء. فيرى البعض منهم أن خطأ الجاني في توجيه فعله لا يؤثر على قصده، فليس من عناصر القصد اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة موضوع معين، ولذا فإن الجاني يسأل عن جريمة قتل عمدي واحدة كأن لم يقع منه خطأ في توجيه فعله. وذهب رأي آخر إلى القول بأن الجاني في هذه الحالة يسأل عن شروع بقتل عمد بالنسبة للشخص المقصود أصلا بالاعتداء، والذي لم يؤدي الفعل إلى وفاته عن جريمة وعن جريمة غير عمدية بالنسبة لمن قتل وهو غير مقصود. أما الرأي الآخر فذهب إلى القول بأن الجاني يسأل عن جريمة قتل عمدية تامة بالنسبة للنتيجة المتحققة، وعن شروع في قتل بالنسبة للشخص المراد قتله ولكنه لم يمت، وتتعدد الجريمتان تعددا معنويا بحيث لا توقع على الجاني غير أشد العقوبتين. ونأتي إلى المصدر التاريخي لأحكام قانون العقوبات الليبي الذي لم يترك حكم هذه الحالة للقواعد العامة، وإنما عالجها صراحة في نص المادة 82 من قانون العقوبات، وتفرق هذه المادة بين الحالة التي لم يصاب فيها من هو مقصود أصلا بالاعتداء وإنما أصيب غيره نتيجة للخطأ في توجيه السلوك، واعتبرت الجاني في هذه الحالة مسؤولا عن جريمة واحدة وهي القتل العمد. أما في حالة إصابة الشخص المقصود أصلا بالاعتداء وإصابة غيره فضلا عنها فإنها تقرر مساءلة الجاني عن جريمة الأشد وهي زيادة عقوبتها إلى حد الثلث. أما قانون العقوبات الليبي فإنه لا يخضع الخطأ في توجيه الفعل لحكم قاعدة خاصة، ولذا فإن الأحكام العامة لهذا القانون تكون هي الواجبة التطبيق على ضوء هذه الأحكام. فإنه يمكن القول بأنه يجب مساءلة الجاني عن جريمته التي قصد أصلا ارتكابها ولكنه أخطأ في توجيه السلوك إليها وإصابة غيرها، لأن هذه الجريمة قد وقعت مستوفية كل أركانها بما فيها صورة تامة أو صورة في شروع، وبالتالي فإن هذه الجريمة متى ارتكبت وجب العقاب عليها.
الغلط في علاقة السببية، يتحقق الغلط في علاقة السببية في جميع الفروع التي تتحقق فيها النتيجة الإرادية بتسلسل سببي مختلف، بتسلسل سببي مختلف عن التسلسل الذي توقعه الجاني واتجه إليه واتجهت إرادته إليه، وذلك كما لو أراد الشخص قتل شخص آخر بضربه على رأسه لإفقاده الوعي ثم ذبحه، إلا أن الوفاة حدثت من مجرد ضربة الرأس أو من أراد قتل آخر غرقا، إلا أنه مات نتيجة ارتطام رأسه بقاع البئر. ولمعرفة حكم الغلط في علاقة السببية، ذهب الرأي الراجح في الفقه إلى التفرقة بين الغلط الجوهري الذي يترتب عليه انتفاء القصد الجنائي، والغلط غير الجوهري الذي لا يترتب عليه هذا الأثر. وطبقا لهذا الرأي، يكون الخطأ في علاقة السببية في جرائم القتل العمد غير ذي أهمية، نظرا لأن المشرع الليبي لم يشترط حدوث الوفاة بتسلسل سببي معين أو عن طريق وسيلة معينة، ولذا فإنه يعد قاتلا عمدا من يطلق رصاصة على آخر بنية قتله إلا أنه لم يمت من جراحه، ولكنه مات من تسمم هذا الجراح، وكذلك من يطلق عيانا ناريا على آخر قاصدا قتله فاعتقد أنه فارق الحياة فألقى به في البحر لإخفاء جثته، ثم تبين بعد ذلك أن المجني عليه قد مات غرقا. وهذا القول يتفق مع نصوص قانون العقوبات الليبي التي تأخذ أساسا بنظرية تعادل الأسباب، ذلك أن ما ارتكبه الجاني بقصد القتل قد وضع مع ما ارتكبه من سلوك لاحق ما تسبب في موت المجني عليه. الباعث على القتل. الباعث هو ما يدفع الإنسان لارتكاب جريمة القتل، وقد يقوم الإنسان لارتكاب القتل مدفوعا بالثأر أو الانتقام أو غير ذلك، لأنها كقاعدة عامة لا علاقة للباعث بتكوين قصد الجنائي اللازم لقيام جريمة القتل العمد. فالباعث مهما كان نوعه لا ينفي القصد الجنائي في القتل، فسواء أقدم القاتل على فعله مدفوعا بالرغبة في الانتقام أو التشفي أو ستر فضيحة أو عار أو طمعا في ميراث أو وصية أو إلى غير ذلك، وسواء كان الباعث أو سواء كان أي من هذا البعد، فإن ذلك لا يؤثر على قيام القصد الجنائي. كل ما لهذه البواعث من أثر يبرز في تقدير القاضي للعقوبة بالتخفيف إذ كان البعد شريفا، أو بالتشديد إذ كان البعد دنيئا. غير أنه يلاحظ أن المشرع الليبي قد اعتد في أحوال معينة بالباعث ورتب عليه آثار معينة، فمثلا اعتبر المشرع قتل الوليد صيانة للعرض والقتل حفظا للعرض صور مخففة لقتل العمد. إثبات القصد الجنائي،
إن تقدير قيام نية القاتل أو عدم قيامها أمر موضوعي يستخلص قاضي الموضوع من ظروف الدعوة وملابساتها ووقائعها وموضع الإصابة وتعدد الضربات. وتطبيقا لذلك قضت المحكمة العليا الليبية بأن قصد القاتل هو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر، وأن ما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوة والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوة المطروحة أمام المحكمة موكولة لقاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. غير أنه يجب أن يلاحظ أن مجرد استعمال الجاني آلة معينة أو سلاح بطبيعته في اعتدائه أو إصابة المجني عليه في مقتل نتيجة للاعتداء عليه لا يكفي بذاته لإثبات قصد القاتل، وإنما يجب أن يكشف الحكم عن وجود هذا القصد. وتطبيقا لذلك حكم في مصر بأن مجرد استعمال سلاح ناري وإلحاق إصابات متعددة بمواضع خطرة من جسم المجني عليه لا يفيد حتما أن المتهم قصد إزهاق روحي، ولا يكفي الاستدلال بهذه الصورة في إثبات قيام هذا القصد. وحكم بأن تصويب السلاح الناري نحو المجني عليه لا يفيد حتما أن مطلقه هو إنواء إزهاق روحي، كما أن إصابة إنسان في مقتل لا يصح أن يستنتج عنها نية القاتل إلا إذا ثبت أن مطلق العيار الناري قد قصد به وجهه من أصيب صوبه متعمدا إلى موضع الذي يعد مقتلا من جسمه. وحكم بأنه لا يكفي بذاته استعمال سلاح قاتل بطبيعته وتعدد الضربات لثبوت نية القتل ما لم يكشف الحكم عن قيامه بهذه النية بنفس الجاني. وإذا كان تقدير قيام نية القتل أو عدم قيامها أمر موضوعيا يستخلصه قاضي الموضوع من ظروف الدعوة وملابساتها ووقائعها، لأن المحكمة العليا قد أوجبت على القاضي أن يعني بالتحدث عن هذه النية استقلالا وأن يستظهرها بإيراد الأدلة التي تدل عليها وتكشف عنها. الخاصة بالقصاص والدية. اهتداء بالأحكام الشريعة الإسلامية أصدر المشرع الليبي القانون رقم 6 لسنة 1423 وتعديلاته بشأن أحكام القصاص والدية. إن أحكام قانون القصاص والدية لم تتضمن أحكام عامة مختلفة عن الأحكام العامة لجريمة القتل العمد أو القتل الخطأ، سواء من حيث الركن المادي أو المعنوي. ولعل أهم ما قرره هذا التشريع عقوبات القصاص والدية
مما يقتضي إيضاح شروط تطبيقها والحالات التي تنقضي فيها وتسقط. عقوبة الإعدام. اعتبرنا المشرع الليبي نقلا عن أحكام الشريعة الإسلامية الغراء تطبيق عقوبة الإعدام قصاصا بالنسبة للقاتل. عمدا ما لم يعفو من له الحق في العفو، وفي هذه الحالة تكون العقوبة السجن المؤبد والدية. وإذا لم يعفي ولي الدم فإنه لا مجال للقاضي في تخفيف العقوبة أو استبدالها. أما إذا عفى أحد أولياء الدم فإنه يتعين الحكم بالدية والسجن المؤبد بدلا من الإعدام قصاصا، وليس للقاضي خيار في ذلك. أساس تشريع عقوبة الإعدام قصاصا. تقرر الشريعة الإسلامية قتل القاتل عمدا إذا طلب ولي دم المقتول ذلك، وقد شرعت هذه العقوبة في الإسلام مراعاة لأن يكون العقاب من جنس الجرم حتى تتحقق المساواة بين الجريمة والعقوبة. فأساس القصاص هو المساواة بين الفعل الذي ارتكبه الجاني وما يحل به من عقاب، كما يقر فقهاء الشريعة الإسلامية. القصاص كعقوبة أصلية لجرائم الاعتداء على الأشخاص التي لا تصل إلى درجة القتل كالضرب والجرح. وفي الفقه الإسلامي يطلق كثير من فقهاء الشريعة الإسلامية لفظ القود على القصاص فيما دون النفس، أي أن القود هو العقوبة في جرائم الضرب والجرح، بينما يستعمل جانب آخر من الفقه الإسلامي اللفظتان كمترادفات. وعلى هذا الأساس يقسمون القصاص إلى قصاص في النفس قتل القاتل، وقصاص فيما دون النفس وهو إحداث ألم بالجاني مساويا لما أحدثته بالمجني عليه. تطبيق عقوبة الإعدام قصاصا الخاصة بالقاتل. تتوافر عدة شروط بالنسبة لتطبيق عقوبة الإعدام: أن يكون القتل عمدا، وأن يكون القاتل مختارا، وأن يكون الجاني عاقلا بالغا سن الرشد وقت ارتكاب الفعل. أن يكون القتل عمدا، يجب لإمكانية تطبيق القصاص أن يتعمد الجاني القتل. أما إذا كان القتل قد وقع خطأ أو تعديا لقصد الجاني فلا مجال لتطبيق عقوبة الإعدام قصاصا. وهذا ما يفهم من نص المادة الأولى من أحكام قانون القصاص والدية. ونعتقد أن تحديد العمد في هذه الحالة يرجع فيه إلى قانون العقوبات باعتباره القانون الاحتياطي لقانون القصاص والدية وتعديلاته. وفي مفهوم قانون العقوبات فإنه يقصد بالعمد في هذا الصدد أن تتوافر لدى الجاني نية إزهاق روح المجني عليه، ولذا فإنه لا يكفي لاعتبار الجاني قاتلا عمدا ارتكابه فعل موجه إلى إنسان حي بقصد الاعتداء إذا لم يكن قاصدا إزهاق روحه. أن يكون القاتل مختارا، حتى يمكن أن يعاقب القاتل بالإعدام قصاصا يجب أن يكون قد اتجه بإرادته الحرة
لإزهاق روح المجني عليه، ولذا فإنه لا قصاص على المكره. أن يكون الجاني عاقلا بالغ سن الرشد وقت ارتكاب الفعل، إذ لا قصاص على الصبي ولا المجنون، وهذا باتفاق جمهور الفقهاء، حيث لا يعد قتل الصغير والمجنون في حكم القتل في حكم الخطأ. وسند عدم إمكانية تطبيق عقوبة القصاص على الصغير والمجنون قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ولذا فإنه يجب أن يكون الجاني بالغ سن الرشد وهي 18 سنة ميلادية، كما جاء بنص المادة 9 من قانون رقم 17 سنة 1992 بشأن تنظيم أحوال القاصرين ومن في حكمهم. وإذا بلغ هذه السن فيجب أن يكون متمتعا بقواه العقلية. عقوبة المساهم في جريمة القتل العمد. ولما كان قانون القصاص والدية وتعديلاته قد خلا من حكم خاص بعقوبة المساهم في جريمة القتل العمد سواء كان فاعلا أم شريكا، فإنه للوصول إلى حل مناسب فإننا ينبغي أن نوضح ما إذا كان يمكن الالتجاء إلى تطبيق أحكام قانون العقوبات باعتباره القانون الاحتياطي في هذا الشأن، والذي ينبغي اللجوء إليه كلما خلا قانون القصاص والدية من حكم في مسألة معينة. وفي ضوء قانون العقوبات فإن القاعدة بالنسبة لهذه الحالة في حالة تعدد مرتكبي الفعل المادي إن العقوبة المقررة للجريمة المقترفة تنطبق على كل فاعل منهم. وفي الفقه الإسلامي فإن عقوبة الفاعل في حالة التعدد هي نفس عقوبة من ارتكب الجريمة بمفرده، ولو أنه لم يأتي كل الأفعال المكونة للجريمة بمفرده، وتعرف هذه الحالة في الفقه الإسلامي بالاشتراك المباشرين. كما أن قانون القصاص والدية وإن كان لم يبين صراحة حكم الشريك المتسبب في القتل العمد، أي الشريك بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض، فإن الأرجح في الفقه الإسلامي أن الشريك المتسبب في جريمة القصاص لا يعاقب بعقوبة القصاص، وإنما يعذر فجريمته من جرائم التعازير ولا اشترك في جريمة القصاص. ذلك أن جانبا من الفقه الإسلامي يرى أن الشريك المتسبب لجريمة أخف جرما من مباشرها، الأمر الذي لا يمكن معه المساواة بينهما في العقوبة، وإنما يتعين عقابه بعقوبة أخف. ولكن ما حكم المساهم المباشر في القتل العمد مع من لا قصاص عليه؟ إذا ساهم في القتل العمد عدة أشخاص لا يجب القصاص على أحدهما، أما لأنه لم يكن قاصدا للقتل أو أنه كان صبيا أو مجنونا. فما حكم من يجب عليه القصاص من الجناة الذين ساهموا في ارتكاب نفس الفعل؟ نرجح في هذه الحالة إلى ما يمكن القول به أن بعض فقهاء الشريعة الإسلامية
من أن العامد يقتل وعلى عاقلة المخطي ومن في حكمه مدية، وذلك لعموم آية القصاص. حكم قاتل جماعة من الأفراد: إذا قتل إنسان واحد شخصان فأكثر، فقد اختلف الفقهاء في حكمه إذ بينما يرى الحنفية والإمام مالك أن الجاني يقتل ولا يجب مع القصاص شيء، ولا يجب مع القصاص شيء من المال، لأن وجوب شيء من المال يعني الزيادة على القتل وهو غير جائز. واستنادا إلى ذلك، فإنه إذا حضر أولياء المقتولين قتل القاتل لهم، أما إذا حضر واحد منهم قتل له وسقط الحق وسقط حق الباقين. وإذا مات القاتل لسبب آخر سقط حق أولياء الدم لفوات محل استيفاء القصاص. بينما يرى جانب آخر من الفقه منهم الشافعي بأن الواحد إذا قتل جماعة فإنه يقتل بواحد منهم وللباقين الرجوع إلى الديات، ووجب الديات للباقين لأنه لا مماثل بين قتل الواحد وقتل الجماعة، وما حصل عن من الجاني هو جنايات متعددة. أما إذا عفى أولياء الدم عن القصاص فإن حق الباقين فيه لا يسقط لعدم الترابط بين الحقوق الثابتة لكل منهم. حق طلب القصاص والعفو: إن قواعد الشريعة الإسلامية تدل على أنه من يثبت له الحق طلب القصاص هو ولي الدم المقتول، وذلك لقوله تعالى في سورة الإسراء: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. صدق الله العظيم. في حين يلاحظ أن المادة الأولى من قانون رقم 6 لسنة 1423 ميلادية بشأن أحكام القصاص والدية وتعديلاته لم تشترط لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم بالقتل العمد تقدم أولياء دم المقتول لطلب القصاص، حيث قضت بأنه يعاقب بالإعدام قصاصا كل من قتل نفس عمدا، وفي حالة العفو ممن له الحق فيه تكون العقوبة السجن المؤبد والدية. وتتجه المحكمة العليا الليبية في تحديد أولياء الدم في تطبيق أحكام هذا القانون إلى القول بأنهم الورثة ذكورا كانوا أم إناثا. وذلك يتضح أن القضاء الليبي قد أخذ بما قال به بعض الفقهاء الشريعة الإسلامية من أنه للكبير والعاقل جواز استيفاء القصاص قبل بلوغ الصغير وإفاقة المجنون، بحجة أن القصاص إنما ثبت ابتداء الورثة بحق القرابة لا بحق الوراثة ابتغاء التشفي، وهو حق ثابت لكل واحد من الورثة على الكمال، كأن ليس معه ومعه غيره، لأنه لا يجزأ، ولذا فإنه لا معنى للتوقف استيفاء القصاص على بلوغ الصغير وإفاقة المجنون.
غير أننا نرى أن الأخذ بالرأي الذي توجب القصاص كأن القاتل ليس من أولياء الدم، وذلك لعموم آية القصاص، ولأن قتل الولي أشد وأقصى على النفس، ثم أن القاتل عبث بصلة الأرحام. ولذا فإذا كان القاتل هو أحد أولياء الدم، فإن طلب القصاص يترك لبقية الأولياء الذين لهم حق القصاص والعفو، ذلك أنه إذا كانت القرابة هي التي تقود إلى الميراث وإلى ولاية الدم، فإن الشرع قد اعتبر الولي القاتل محروما من الميراث ازدلادا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل شيء من الميراث. فكذلك لا ولاية له في طلب القصاص والعفو. ولكن هل العفو عن بعض المستحقين للقصاص من أثر عن غيرهم ممن لم يتم العفو عنهم؟ قد يحدث أن يساهم أكثر من شخص في قتل العمد، الأمر الذي يمكن معه القصاص فيهم جميعا. والذي يمكن قوله في هذا الصدد أن للولي أن يعفو عن البعض المستحقين للقصاص ويقتص من بعضهم الآخر. ولذا فإن سقوط القصاص بالعفو بالنسبة لبعض الجناء لا يستلزم سقوط عن سائرهم. وحجة ذلك أن عفو ولي الدم عن بعض الجناء لاعتبارات قدرها هو يجب أن يكون له اعتباره. ولا يمكن الاستناد في هذا الشأن لأحكام التنازل عن الشك الواردة في القانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بأن التنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا بالنسبة للبقيين، وذلك لأن نص المادة السابعة من قانون القصاص والدية تنص على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون فيما لم يرد بشأنه نص. وفي اعتقادنا أن عدم سريان العفو بالنسبة لغيره من المعفو عنهم هو الأكثر ملائمة، لأن القصاص قد شرع لكي يشف الولي غيظه ويرضي نفسه، وولي الدم قبول الدية بدلا من القصاص، وهذا غير متصور إلا بالنسبة لمن تم العفو عنه. ويمكن القول بأن قانون القصاص والدية لم ينظم حكم هذه المسألة، وذلك على النحو السابق ذكره. فإننا إذا ما رجعنا إلى قانون العقوبات باعتبار القانون الاحتياطي، والذي طبقا له أن من اشترك في جريمة عليه عقوبتها إلا من استثني قانونا بنص خاص، بحكم أن الشريك إنما يستمد إجرامه من إجرام الفاعل الأصلي، فإن الظروف المتصلة بالجريمة والتي تؤثر على عدم تطبيق عقوبة القصاص على الفاعل ينبغي أن يتأثر بها الشريك أيضا، باعتبار أن عفو ولي الدم على الفاعل ليس مجرد ظرف خاص بشخص الفاعل بحيث يقتصر تأثيره عليه وحده، إنما العفو في هذه الحالة يؤثر على الجريمة التي تنقلب من جريمة قصاص إلى دية وجريمة تعزيرية. وتطبيقا لذلك قضت المحكمة العليا الليبية بأنه إذا امتنع العقاب على الفاعل الأصلي امتنع العقاب على الشريك، طالما أن سبب الامتناع يعود إلى ظروف متصلة بالجريمة وليس متصلة بشخص فاعلها.
وكان سقوط القصاص عن جريمة القتل العمد يتحقق بسبب عفو أولياء الدم، فإن امتناع العقاب بهذا الشأن يتصل بالجريمة وليس بأحوال الفاعل الشخصية. وكانت عقوبة القصاص عن جريمة القتل العمد قد سقطت عن الطاعنين وهم الفاعلون الأصليون. هل يمكن للدولة العفو عن عقوبة الإعدام قصاصا أو استبدالها بعقوبة أخرى ولو لم يعفي ولي الدم؟ جرت العادة في ظل التشريعات الوضعية أن تحكم المحكمة بالعقوبة المنصوص عليها قانونا، إلا أن السلطة التنفيذية العليا في الدولة تقوم في بعض الأحيان باستبدال العقوبة المحكوم بها بعقوبة أخف منها، أو أنها قد تقرر العفو عن كامل العقوبة دون استبدالها بأي عقوبة أخرى، وذلك بالنسبة لبعض الجناة لظروف تقدرها كاستبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد أو الإعفاء عن عقوبة السجن أو الحبس المحكوم بها. فهل يجوز العفو عن عقوبة القصاص أو استبدالها بعقوبة أخرى؟ من المتفق عليه في الشريعة الإسلامية أن القصاص واجب في كل قتل عمد، أما إذا امتنع تنفيذ القصاص لعفو أولياء المجني عليه أو لعدم إمكان تنفيذ القصاص حلت محل عدية. غير أن في ظل التشريع الليبي الذي أعطى سلطة مطلقة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية ومجلس الأعلى للقضاء في العفو الجزئي أو الكلي للعقوبات دون استبعاد قانون معين، ويمكن القول بأن المجلس يملك العفو الخاص خصوصا إذا ما لاحظنا أن قانون القصاص والدية لم يستبعد صراحة إمكانية ذلك. وجوب الدية: إذا عفى أحد أولياء الدم سقط الحق في القصاص، ووجبت الدية هذا إذا كان من المجني عليه ولي دم عاقل بالغ سن الرشد. أما إذا لم يكن للمجني عليه ولي دم أو كان ولي دمه مجهول المكان أو لا ترجى عودته ومن في حكمه، فإن للدولة الحق في العفو أي قبول الدية. وبمجرد سقوط الحق في القصاص بالعفو تجب الدية على الجاني ولا خيار له في أدائها. وتتعدد الدية في جرائم القتل بتعدد القتلى، وفي اعتقادنا أن الدية تتعدد بتعدد القتلى في جرائم القتل العمد، سواء حصل التعدد نتيجة لارتكاب فعل واحد حالة تعدد صوري أو عدة أفعال حالة تعدد مادي أو حقيقي. كما أن الدية تكون واجبة في مال الجاني باستثناء حالة ما، إذا كان القاتل عمدا حدثا أو مجنونا فإن الدية في هذه الحالة تتحملها العاقلة وتستحق دية القتيل للورثة وفقا لأحكام الميراث. ولكن ما الحكم إذا انعدم محل القصاص، أي إذا مات القاتل لأي سبب من أسباب الموت، فهل تجب الدية أيضا؟ هنا لم يتعرض قانون القصاص والدية صراحة لحكم هذه الحالة، ولذا فإنه يتعين وفقا لنص المادة السابعة من نفس القانون تطبيق مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة.
مسؤولية الغير عن الدية في القتل. كان قانون القصاص والدية قد قرر أنه في القتل العمد تجب الدية في مال الجاني وتتعدد بتعدد القتلى، لأنه ما لبث وإن خرج عن هذه القاعدة إذا كان القاتل عمدا حدثا أو مجنونا ونص على الدية تتحملها العاقلة، كما قرر بأنه تجب الدية على العاقلة في القتل الخطأ وتتعدد بتعدد القتلى، فإن لم توجد العاقلة تولاها المجتمع. ولا نعتقد أن تحمل غير الجاني للدية قائم استنادا إلى وجود علاقة رقابية أو تبعية على النحو الذي تعرف قواعد التعويض في القانون المدني، وإنما الدية واجبة على العاقلة بمقتضى مبدأ التكافل الاجتماعي. وإذا كان فقهاء الشريعة الإسلامية يقولون بأن الدية لا تكون إلا من مال الجاني، لأنه لا وجود للعشائر في كثير من المجتمعات في الزمن المعاصر، فإن المشرع الليبي قد نص في صلب أحكام قانون القصاص والدية ذكره على أنه إذا كان القاتل عمدا حدثا أو مجنونا فالدية تتحملها العاقلة، كما تجب الدية على العاقلة في القتل الخطأ، فإنه لم وإنه إذا لم توجد عاقلة تولاها المجتمع. يلاحظ أن المشرع الليبي لم يبين من يجب أن يتحمل الدية إذا لم يكن للجاني عاقلة وكان القاتل عمدا حدثا أو مجنونا، وهو ما يعد فراغا تشريعيا ينبغي للمشرع التدخل لعلاجه. أما في القتل الخطأ فإنه يلاحظ أن قانون القصاص والدية قد ألزم العاقلة بمباشرة الدية، حيث قرر أنه تجب الدية على العاقلة في القتل الخطأ وتتعدد بتعدد القتلى، فإن لم توجد عاقلة تولاها المجتمع، وهو ما قضت به محكمة الموضوع. من أنه لا عاقلة للجاني التي يمكن تحميلها الدية في القتل عبارة عن المال الواجب للجناية بدل النفس، وهي ثابتة في القتل الخطأ في الكتاب العزيز لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. كما أنه ثابت في القتل العمد بذل النفس لقوله عز وجل في آخر آية القصاص: فمن عفا له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فدل هذا على وجوب المال بدل الدم في حالة العفو، وقد أوجب القرآن أن تكون المطالبة بالمعروف وأن يكون الأداء بإحسان، أي من غير مماطلة. فالعفو في القتل العمد هو قبول الدية.
ولكن كيف تقرر الدية إذا عفى ولي الدم المقتول؟ يرى جمهور الفقهاء بأنه إذا عفى ولي الدم عن المشتركين في القتل فله ذلك، والواجب له في هذه الحالة دية واحدة توزع على عدد القتلى، كما لولي الدم أن يعفو عن بعض القتلى ويطلب قتل بعضهم الآخر، وذلك كما لو اشترك شخصان في قتل واحد فولي الدم المقتول أن يعفو عنهما ويأخذ منهما الدية دية واحدة تكون مناصفة بينهما، كما له قتل أحدهما والعفو عن الآخر. نوع الدية ومقدارها. لم يحدد قانون القصاص والدية السالف ذكر نوع الدية ولا مقدارها، سواء في حالة القتل الخطأ أو القتل العمد، واكتفى بتقرير أنه مقدار مالي وفق ما جاء بنص المادة الثالثة من قانون العقوبات، غير أنه يلاحظ أن الفقه الإسلامي متفق على أن الإبل أصل في الدية لما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن في النفس المؤمنة الدية 100 من الإبل. نأتي ما المقصود بالعقل. إذا كانت الدية واجبة على الجاني العاقل البالغ في القتل العمد، فإنها واجب على العاقلة ابتداء في القتل الخطأ. وقيل بأن العاقلة هي من يحمل العقل أي الدية، وبأن الدية سميت عقلا لأنها تعقد لسان ولي المقتول. إن العاقلة هم أهل الديوان في حق من له ديوان وهم المقتولين، من لهم حق هم أهل الديوان في حق من له ديوان وهم القاتلين الرجال الأحرار البالغين المعطلين، حيث تؤخذ من عطاياهم. أما من لا ديوان له فعاقلته من كان عصبته من النسب، ورأى الشافعية أن العاقلة هم العصبيات الذين يرثون بالنسب أم بالولاء ما عدا الأب والجد والابن وابن الابن، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة على عاقلة قاتلة ورى زوجها وولدها، بينما نقل عن المالكية قولهم أن العقل على القبائل هم أهل ديوان كانوا أم غير أهل ديوان. غير أن المحكمة العليا في حكم حديث لها قد اتجهت للقول بأنه يقصد العاقل أولياء دم المقتول، حيث قضت لأنه بما كانت المادة الخامسة لم تبين مفهوم العاقلة وكان حكم إلزام العاقلة بدية المقتول خطأ مستمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية، فينبغي الرجوع إلى هذه المبادئ لبيان مفهومها. وإن كان رأي الجمهور بين المذاهب الإسلامية وعلماء الشريعة التي تأخذ به المحكمة على أنه المقصود بالعاقلة هم أولياء دم القاتل خطأ من الذكور البالغين العاقلين وتشمل الآباء والأجداد
وإن علوا وفروعهم وإن نزلوا والأبناء وفروعهم وإن نزلوا، مقتضى ذلك أنه يتعين على المحكمة عند إدانة المتهم عن جريمة القتل خطأ تطبيقا لأحكام قانون القصاص والدية إلزام إفراد عائلته على الوجه المذكور بأن تتحقق من وجودهم وتحددهم تحديدا مانعا للجهالة، وإذا تبين لا عدم وجود عائلة للمتهم ألزمت المجتمع بالدية. نأتي إلى طبيعة الدية. تشير نصوص قانون القصاص والدية إلى أن الدية عقوبة جنائية سواء كانت واجبة في القتل العمد أم في القتل الخطأ، حيث جاء في نصوص قانون القصاص والدية تكون العقوبة الدية، ويعاقب كل من قتل نفسا خطأ وتسبب في قتلها بغير قصد ولا تعمد بالدية. إذا كانت الدية واجبة في القتل العمدي والقتل الخطأ على المحكم المبين، لأن دية العمد هي الدية المغلطة ودية الخطأ هي الدية المخففة، والتغليظ والتخفيف على ما يقول به بعض فقهاء الشريعة الإسلامية ليس في أصل الدية، فالأصل واحد وهي 100 من الإبل في الدية القتل العمد والقتل الخطأ، ولكن التغليظ والتخفيف يكون في أنواع الإبل وأسنانها.